Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah fi hadha sabah wal makan al mubarak saufassir هذه الآية بالاختصار كما ذكر في الكتاب المصباح المنير في تذهيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى ثم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً أي فَلَا يَتَعِزُّونَ بِمَوْعِظَةٍ لِغُرْزِهَا وَكِسَاوَتِهَا ثُمَّ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ أي فَسَدَتْ فُصُومُهُمْ وَسَاءَ تَصَرُّفُهُمْ فِي آيَةِ اللَّهِ وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك ثم ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه ثم ولا تزال تطلع على خائنة منهم يعني في هذه الآية مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالوهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فاعف عنهم واصفح وهذا هو يا أيها الإخوة وهذا هو عين النصر والزفر كما قال بعض السلف ما عملت من أصاب الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يا أيها الإخوة يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم ولهذا قال الله تعالى ولهذا قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح ولهذا قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح وهذا هو يا أيها الإخوة وهذا هو عين النصر والزفر كما قال بعض السلف ما عملت من أصاب الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يا الإخوة يحصل لهم تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن يهديهم ولهذا قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح ولهذا قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في سورة التوبة الآية 29 ثم قال أبو جعفر في هذه الآية فاعف عنهم واصفح والذي قاله قتادة غير مرفوع إمكانه غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من الأمر هو مكانا نافيا كل معاني خلافه الذي كان قبله فأما ما كان غير ناف جميعه فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخير من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
هذه دلالة يا أيها الإخوة على الأمر بنفي معاني الصفح والعفو عن اليهود. وبهذا نختتم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.